أمس ربما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر الجديد والذي مفاده بأن الإمارات حكمت على امرأة فلسطينية من حيفا المحتلة بالإعدام. فقد حكمت بالفعل محكمة إماراتية بالإعدام على الفتاة الفلسطينية فداء كيوان، وهي تحمل جنسية إسرائيلية، ذلك إثر إدانتها بتجارة المخدرات وضبط نصف كيلوغرام في الكوكايين خلال تواجدها في دولة الإمارات خلال العام الماضي. يشار إلى أن السلطات الإماراتية عادة ما يعني تلغي موضوع فكرة عقوبة الإعدام وتستبدلها بعقوبة السجن وبطريقة مشددة، هذه في أغلب الحالات. عائلة الشاب كيوان وأيضا الأصدقاء نفوا أن يكون لكيوان أي صلة بمثل هذه الجرائم، وقالوا بأنها ملفقة وذلك لتاريخها النضالي مع الاحتلال. حول هذا الموضوع معنا الآن عبر الهاتف هزار حسين، وهي ناشطة من الداخل المحتل وصديقة لفداء كيوان. صباح الخير. صباح الخير عزيزي، كيفك؟ أهلا وسهلا بك معنا. يعني بداية، ما الذي حصل بالتحديد وما هي وجهة نظر أصدقاء كيوان باعتبارك أحد الصديقات المقربات منها؟ أهلا، أنا دعا على فداء صديقتي، تمام، لكن أنا مش أكثر الناس المقربة اللي ممكن يعطيك تفاصيل دقيقة. لكن اللي صار إنه البنت انمسكت قبل شي سنة، وامبارح طلع القرار، امبارح طلع الحكم بالإعدام. يعني فالناس كلها هون بدأت تتعامل مع الأمر بس امبارح لما طلع الحكم. كل السنة اللي مرقت من قبل ما حدش كان عارف أصلاً بالموضوع، والناس بحالة صدمة بتغدر كل شوي، وكثير أهلها وضع صعب إمها تحديدا. بالنسبة لفداء، وإذا هي كانت شخص ممكن يعمل هذا الأمر ولا لا، ألا هي بتصفي شخص وممكن يكون اتصرف غلط. يعني إحنا كمان ما بدناش ندعي إن بنعرف كل شيء، لكن إحنا بنصف إعدام كعقوبة. نعم، ولكن يعني هذا المحل احنا بس بنطلب انهم يلغوا الاعدام فيما بعد. يدرس الحالي. ايه، تفضلي. نعم، يعني ربما ايضا فداء كيوان بمعرفتك بها وايضا اصدقائها الكثير منهم كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان فداء كان يربطها يعني علاقه وطيده بفلسطين، وكانت تحب دائما ان تظهر علم فلسطين في كل المناسبات، وكانت ترفض وجود الاحتلال جمله وتفصيلا. وربما هذه كانت بعض يعني التبريرات بأن فداء هناك من يحاول أن يلفق لها التهم بهدف تصفيتها. فداء صبية كثير وطنية وجدعة، وكانت من أولى الناس اللي بتكون بأي حدث وطني بتكون قائم، وهي فعلا هي كانت جملها أن قعدت بسكنة برام الله عشان تسمع أكثر عربي عشان تشوف علم فلسطيني معلق. الجدلية أنه الموضوع ملفق أو مش ملفق، تعالي نقول هي ممكن تكون في حدا يعني بلشها ورطها. يعني ما نستبق الأحداث ونقول تلفقت 100% وما نقول بريئة 100%، لأن أنا فعلا ما بدي أكون بمحل اللي بعطيك الأمر كمعلومة يعني. لكن هي إلى دبي دعيت من قبل شخص بالسلطة الفلسطينية على أساس عمل له علاقة بالسينما والجرافيكس، لأنه هذا بالأساس مجال تخصصها وعملها. يعني مجرد السفر للعمل بقولنا هي كانت تبحث عن فرصة عمل، كانت طلعت تاجر بالمخدرات. كم كانت الفترة ما بين يعني اتهامها بهذه التهمة وبين أسبوع واحد فقط؟ نعم، يعني أسبوع، كم من يوم هي سافرت وصلت، بعد يبقى كم من يوم بالبيت اللي هي اللي الجماعة المستضيفينها مستأجرين لهياته بيلقوا كمية المخدرات. في كثير أسئلة حوالين الموضوع، يعني ما بعرف مين بيجاوب عليها، بس مبدئيا الحكم اللي الإشي المعطى لازم نتعامل معه بحدية وفكرة الإعدام وإبطاله. بعدين تفاصيل البراءة والإدانة، يعني اليوم فداء ربما تحمل الجنسية الإسرائيلية وبالتالي هي تعامل كإسرائيلية، هل هذا بالفعل ما فعلته الحكومة الإسرائيلية في الداخل، أم أنها تعاملت مع الموضوع يعني ربما بعدم اكتراث؟ هلا هم بيدعوا عنهم مكترثين، لكن العالم الإسرائيلي شمتانين فيها لأنها بتقدم نفسها كفلسطينية.
نحن ممكن نورجيكم تعليقات ونترجمها على هجوم عليها، على أنه هي حدا بقدم نفسه كفلسطيني ومش محسوبة علينا وإحنا مالنا، بما معناه يعني. ولكن هناك قانون. إيه؟ ولكن هناك قانون، بمعنى أن على دولة الاحتلال نعم. يعني قديش عن جد ممكن الإسرائيليين يكونوا مرتبطين مع الفلسطينية بمسائل القانون؟ ما بعرف. هل هناك خطوات اليوم لكونك نعم لكونك ناشطة هزار وأيضا صديقة حتى ولو لم تكوني مقربة لفداء كيوان، هل هناك خطوات اليوم من أجل تفعيل ملف فداء ويعني إنصافها؟ طبعا مش رح تكون لحالة فداء. أولا أهلها بلشوا مع مجموعة أصدقاء يشتغلوا على موضوع حمل اللي هي أكثر ما مستندة على الأونلاين وعديدة للكشف والاستقطاب الرأي العام، وفي عريضة عمالة بتتحضر بدنا برضو نستعين فيها، وفيما بعد نبلش نشوف المؤسسات اللي ممكن تكون خلينا نحكي فريق لمتابعة القضية ونمشي بالموضوع يعني. بس الخطوات الأساسية الآن هي عم نهتم، انطلقت حملة مبارح إنه إحنا مش رح نترك لحالة من أهلها طبعا، وهيك. إذن نتمنى الإفراج ونتمنى أن يكون صوت فداء هو صوتكم وأن يصل إلى كل أحرار العالم حتى إنصافها. إذن هزار، كنت معنا عبر الهاتف، الناشطة وصديقة لفداء كيوان، شكرا جزيلا لك. أهلا أهلا عزيزتي، هلا.